فحولت من نحول هذا الستورج من نحوله من 3، شوفوا نضرب في 10,000 قسمناها على 3,600، شوفوا 3 في 10,000 تقسيم 3,600 ايش قد يصير؟ .833 مو صح؟ والاوت فلو بنفس القضية اللي يعني هذا مطينا اياها بالسؤال، وانه باخر شيء نجمع يعني نضرب 2 في اس ونجمع ويا الاو فتطلع عندنا هاي القيم. نيجي الدور نرسم الكيرفات الثلاثة اللي هي بين ال 2 اس اوفر دلتا تي بلس او، نرسمها ويا الاوت فلو وال ونشوف هذا الكيرف طلع عندنا بهالشكل هذا. يعني اجين اقول مره ثانيه انه هاي المعادله اللي تهتمون بها رسمتها من الاكسل بكليك وحده، واللي ما يعرف يعني شلون ممكن نرسم هاي المعادله خلي يقول لي اني انطي توجيهات شلون نرسم هاي المعادله او نستخرجها من الاكسل. عمليه كلش بسيطه ما تاخذ اكثر من ثانيتين. فهاي العلاقه اللي هي بين 2s دلتا تي اوفر او وبين الديسشارج، وهاي العلاقة الثانية بينها وبين الستورج، وهاي العلاقة الثالثة بينها وبين الاليفيشن. ذني ثلاث علاقات راح نحتاجهن، اشتقيناهن من هذا التيبل. التيبل هو المعلومات اللي يعطيني اياها بالسؤال. انه بالاخير اجي للتيبل ابو الحسابات، وقلنا هذا الموضوع يعني راح ارجع اخلي الاسهم ملاتي على مود تكون واضحة. هاي الـ I2 مثل ما تشوفون، فالكولوم الأول والكولوم الثاني والكولوم الثالث مفهومات، الكولوم الرابع نجمع الكولومين اللي قبلهن فيطلع عندنا الكولوم الرابع بسهولة. بالنسبة للكولومات ذني بالوسط الـ Out Flow والـ Storage إنها ذني الكي، ذني شوية يعني يراد لهن حسابات. فمنين نعتمد على ال دلتا اس، عفوا 2s اوفر دلتا تي من التايم ستيب اللي قبلها، فهذني ينطني هذني القيمتين. فاروح للكيرفات اللي سبق انه رسمناها، نستخرج هذني القيمتين، والدور 2s في دلتا تي ماينس او للعمودين اللي قبلها، واخر شيء 2s في دلتا تي بلس او هي من equation نمبر 2، فنجمع 0 زائد 12 تطلع لنا 12. لو بنستخدم اخر جراف نشوف اخر جراف انه ال 551 هو الاليفيشن ووتر اليفيشن بالخزان المائي، نفس الميكانيكيه بالضبط اللي شرحتها قبل شويه. موضوع كلش بسيط يعني، وأيضا كلش مهم بنفس الوقت أنه نتعلمه كمهندسين مدني. نشوف الـ Inflow Peak هو 270، الـ Outflow Peak هو 260، الـ Maximum Elevation هو 616. انتبهوا هنا أنا قد مثلا بالامتحان الفصلي أسألكم أنه أعطيكم هاي المعلومات وأسأل فد قضية واحدة فقط، مثلا شنو هو الـ Maximum Elevation؟ فأنت تحتاج تمر بهذه أنت أيضا تحتاجون تمرون بهذا البروسيس كلها بالتيبل على مود تستخرج أكبر قيمة للووتر إليفيشن. فأرجو الانتباه لهذا الموضوع، نشوف مطلب واحد يحتاج نمر بهاي العملية كلها. آخر شيء رسمنا الإنفلو والأوت فلو هايدروغراف طلع بهالشكل هذا، يعني تنتهي موضوع البلس ميثود، موضوع الراوتينج والريزرفوار راوتينج من هذا المثال. اخر شيء اعطيتكم هوم وورك، ومثل ما بينت البارحه انه الهوم وورك منه وهيك راح يكون اوبشنال، مو يعني مانديتوري، مو مجبرين انه تسووه، لكن شنو يعني اني اشجعكم بكل قوه انه تسوون هذا الهوم وورك، لا تهملوه لانه كلش مهم، راح هوايه هوايه يسهل عليكم الامتحان الفصلي. فارجو الاهتمام بموضوع الهوم وورك لان موضوع جدا جدا مهم. اكو اي سؤال لحد الان؟ محاضرتنا انتهت.